دلوقتي هنروح مع حضراتكم لجولة نتعرف من خلال هذه الجولة على أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، اللي يمكن أهمها مباراة سيراميكا مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، بالإضافة لأخبار تانية هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ أول أيام مناسك الحج، وهو يوم التروية الموافق 8 من شهر ذي الحجة، وبيتوجه حجاج بيت الله الحرام محرمين إلى صعيد منى اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستحب التوجه قبل الزوال أي قبل الظهر، فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً للصلاة الرباعية ودون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم، والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية. النهاردة هيشهد محافظ الجيزة مراسم تدشين الحملة القومية 100 يوم صحة من مكتب صحة 100 عقبة، وده بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية لتقدم خدمتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة. وبتستهدف المبادرة بما تضم من فرق طبية متكاملة وعيادات طبية متنقلة إجراء الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية ليهم، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة. النهاردة والعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، واللي هتجمع بين سيراميكا كيلوباترا والاتحاد السكندري في تمام الساعة 8:30 مساءً.